اذا اخذنا العلم اذا اخذنا النشيد اذا اخذنا رمز الدوله فاننا مباشره نرى ما خلفها من مسار تاريخي عظيم ولهذا فالمس باي رمز من هذه الرموز هو مس بمكونات الشعب الجزائري، هو مس بكل الشعب الجزائري، هو مس بالذات الجزائريه في حد ذاتها، الشباب الجزائري الذي لا يرضى ان يمس اي لون من الوان العلم، كما لا يرضى ان يمس اي مقطع من مقاطع النشيد، اذا اسقطنا مقطع من مقاطع النشيد نسقط اللون الاحمر من العلم.